علاش راك انت ضابط راك بوليسي ماشي واحد عادي ما غنتيقش فيه. الناس كلها كتعرف هاد السيد انا راجلي. هاد الولد ماشي ولدك. بغيت خوتي المغاربه اللي خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن هما يهاجموني. انا مستعده مستعده لاي حاجه. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. بطلب عدد كبير من المغاربه طلبوا مني نتناول القصه ديال نعيمه. نعيمه تزوجات بالفاتحه من ضابط شرطه، لا زالت تعاني من بعد الزواج. هذا الزواج نتج عنده ابن، هي الان كتمشي وكتجي في الاجراءات من 2014 من اجل ثبوت نسب الابن. نعيمه القمه في المعاناه. تبعوا معايا. نعيمه، عدد كبير من المغاربه طلبوا مني القصه ديالك، بغيتك تعاودي معايا من الاول، كيفاش تعرفتي عليه؟ كيفاش تزوجتي انت وياه بالفاتحه؟ كيفاش ولا الابن؟ كيفاش دابا كتعاني؟ انا السيد 2012 لخرت 2012 تقدم لدارنا عند عائلتي، والدي اخوتي اخواتاتي، عندي جوج اطفال. يعني جا هاد السيد دخل، ما نقولش لك كيفاش السيد كيفاش كان. كيقول لي انا جمعنا الوراق، جمعنا كل شيء، درنا داكشي ما يرضي الله اللي كيديروا الناس كاملين المغاربه درناه حنايا. كيقول لي راني دافع الوراق لمديريه الامن. كيقول الوالد تاعي الله يرحمه، راني دفعت الوراق لمديريه الامن. الوالد تاعي ما عارفينش حنايا هادشي كله، يعني هاد الاجراءات وهادشي حنا ما عارفينهاش. يعني بقينا غاديين في هادشي خطوه بخطوه. واحد شويه انتج حمل، باقي ما انتجش الحمل، انا كنغوت معاه على الكاغط. كيقول لي شوفي راه ما تيقاش فيا. كنقول لي شوف انا ثقه فيك، ولكن انت مهما في المخزن وداكشي انا عندي واحد ثقه كبيره فيك. علاش راك انت ضابط راك بوليسي ماشي واحد عادي ما غنتيقش فيه. يعني درت واحد الثقه كبيره درتها في هذا السيد. اليوم غدا اليوم غدا قال لي غندير واحد الاشهاد، جيب انت شاهد ونجيب انا شاهد. جيت انا شاهد وجاب شاهد. يعني درنا هاد الورقه راه عندي. صافي بقى السيد عايش معايا في الدار ديالي، مراه وراجلها عادي. الناس كلها كتعرف هاد السيد انا راجلي. اليوم غدا اليوم غدا هو بغى الولاد. خرج انا حملت بادريس، كي اليوم كي غدا كي اليوم كي غدا شويه ولا كيقول لي تنوضي دير اجهاض تحيديه حكا على ما يخرجوا لي الوراق في مديريه الامن، على ما يعطوني الترخيص عاد ممكن ديك الساعه نديرو كاغط. قلت لي انا باش نوض ندير معصيه مع ربي هي اللي ما غنديرهاش. بغيتي تزيدها انت ما بغيتي تزيد شغلك هذا. بقى هاد السيد عايش معايا توصل 8 شهور وانا بحال ما هكاك. في شهر 1 2014 زراتو زاد بحالاتو، قال لي سيري جري طوالك جرينا باش غنديرو. كان باقي هذيك الساعه سميتو ديال ثبوت جوجيه باقي محلول، باقي القانون تاع ثبوت جوجيه محلول. قال لي غتجمعي انت وراقك وانا نجمع وراقي وغندفعو. درنا محامي، دفعنا الوراق، دفعت انا الوراق، كنتسنى انه هذا السيد غادي يدفع الوراق. ما جاب حتى شي حاجه، ما جاب حتى ورقه ما جابها. دفعت انا الوراق، يعني بقات المسطره غاديه جاريه. نهار الجلسه الاولى انا صبحت والده في ادريس، الجلسه الثانيه ادريس نعس في السبيطار، الجلسه الثالثه كنقول انا الله يهديه. تاع عائلتي ما سيقتش لهم خبر انني مخصمه معاه، لا عندي معاه مشكل لا باقي ما دارش العقد لا حتى شي حاجه. عائلتي ما غيعرفوا حتى 2019 عاد باش خرجت بالتصريحات عاد غيعرفوا عائلتي انني انا اشنو المشكل اللي انا كنعاني فيه واللي كنعيشه. يعني هاد الماساه كلها عشت بوحدي وربي اللي عالم بيا. يعني كيفاش عشت وكيفاش وصلت وكيفاش انني عايشه واحد شي حاجه لراسي وكنقول دارنا لا راه كنتلقى بيا حكا عنده مشاكل لا حكا خرجوا راه دي بلاصه حكا هادي حكا ديك حكا ديك. انا باش خوتي وعائلتي ما يشوفونيش في واحد الصوره النهار الاول ها هو راجل قدامهم والنهار الثاني انني معاه في المشاكل. تصوروا قسما بالله العظيم الا جبت لولدي 3000 درهم عطيتها ليه باش يمشي يجيب الحولي ديال العقيقه
ودرت لوالدي، درت ليها سميتو اسبوع، ان ما كاينش بحال لا ما كاين لا موش كاين لا حتى شي حاجه، حتى حاجه ما كاينه. انا بغيت خوتي المغاربه ان يحسوا بيا هاد المعاناه اللي انا عايشه، اللي تطلب القاضي طلب خوتي في الشهاده في المحكمه، عاد باش خوتي غي يعرفوا خوتي جاو ما في النيه تاعهم حتى حاجه. هذيك المرحله الاولى ملي عرفتي وعرفاك قبل من الحمل، كانت شي خطبه، كانت شي حاجه، كانت شي حاجه كدير؟ كاين مجموع العائله ديالي، كاين في من الجيران الناس. جاب معاه هو ديك الساعه؟ ما جاب معاه حتى واحد، جاب معاه واحد كيقول لك ود خالتي. من موراها ما بقاش كيجي حتى هذاك السيد، كاين عندي في الاشهاد هذاك السيد اللي كيقول هو ود خالتي كاين في الاشهاد. انت ما كانش عندك شي لقاء مسبق مع العائله ديالو ولا والديه؟ لا، مني من موراه هكاك كيقول لي غنجيب الام تاعي. كانت اختو كتواصل معايا في التليفون، اختو اللي كانت كتواصل معايا في التليفون، وكان كيقول لك انا غنجيب امي عندك. قلت لي صافي الحاج، يعني ما بقاش قد ما فات انا قريبا ولد، انني قريبا ولد ديك الساعه جيبها مرحبا بها، ماشي مشكل. يعني هذا انا مشيت بالنية تاعتي ومشيت انني عندي واحد الثقه كبيره في داك السيد، ما عمري عرفت انه غيغدر بيا وغيدير هذا الشيء كامل. واليوم انا ما طالبه والو، راه طلبي الوحيد اللي طالبه ان هذا الولد تو يكون عنده وريقاته، راه هذا الشيء اللي كنجري فيه. حيت عندي الحكم ابتدائي بثبوت جوجي ثبوت نسب، عندي السيد نضر بيا شيكي الوكيل بانني انا ما عرفت ناصب على هذا السيد. عاوتاني سميتو عيطوا علينا البوليس انفا، سمعوا لي انا، سمعوا الشهود، ما كيلقاو حتى شي حاجه كدل. مشى دار شيكي مباشره قضيه تحقيق، عاوتاني عيط لي قضيه تحقيق، عاوتاني كيديروا معانا لونكيت، ما لقاو عندنا حتى شي حاجه كدل. من 2015 درت فيها الخبره الجينيه عند الشرطه العلميه، عاوتاني قلت لهم باش تاكدوا مزيان انني انا ما ناصبش على هذا السيد وما كذبش عليه وما كاين شي حاجه ما يثبت انني هاد الدري ماشي ولده، راه في الشباه في كل شيء. يعني هاد السيد عارف كاينه شي حاجه ان هاد الدري ماشي ولده. كي قلتها لقاضي التحقيق، كي قلتها الوكيل المالك، كي قلتها رئيس المحكمه تاع الاستئناف، يعني انا خارجه بوجه مكشوف. انا راه ما خرجت اللي حتى الجنوية دكت فيه في قلبي. انا في 2016 درت عمليه تاع القلب، 2019 حيت الكسم المابيض، 2021 درت عمليه حيت المراره، يعني الاعضاء تاعي كلها دخلت فيها بسبب هاد المشكل اللي انا كنعاني فيه وباقي كنعاني. راه بزاف عليا. الان فين وصل الملف؟ دابا الملف درت الخبره الجينيه الثانيه، خبره جينيه الثانيه درتها. هاد الملف راه جرف محكمه النقد تشبع وسالينا، يعني سال الملف من كل شيء. يعني انا طالبت رئيس المحكمه، يعني مشكور، يعني ان باش يخرجوا يا واخا عيطوا الناس اللي في اللفيف العدلي واستمعوا للشهود وكل شيء. قلت لهم لكن انتوا يعني ما مقتنعينش بشي حاجه عندكم، ما مقتنعينش بها، كاينه الخبره الجينيه غتثبت لكم هاد الدري لا ولدو. انا ما نهضرش ما نتكلمش. رجعي معايا غير السؤال، انت دابا قلتي درتي الخبره وهو ما بغاش يديرها. انا غدا معاك في انا غدا معاك اشنو كاين. درت الخبره الاولى عند الشرطه العلميه في 2015، درت الخبره الثانيه 2022 في شهر واحد، درت الخبره الجينيه الثانيه. يعني راه بزاف بزاف. اليوم عندك كتشك هاد الولد ماشي ولدك، انني انا ما عندي معاك حتى علاقه، انا بغيت حاجه وحده، خرج دير لا دي ان. هاد الدري تنسب ولدك، داكشي اللي بغينا. انا ما نهاجمك، ما نتابعك، ما ندير معاك والو، ولكن لما تنسبش انه ولدك، انا بغيتك انت تهاجمني وتتابعني، وبغيت خوتي المغاربه اللي خارج ارض الوطن وداخل ارض الوطن هما يهاجموني. انا مستعدة لأي حاجة، أنني ما خارجة من 2014 إلا اليومين هذا، إلا عارفة حقي ما يضيعش ليا.
اليوم الجلسه ديالك شنو اللي داز في الجلسه؟ الجلسه خويا كانوا قال لي غات كنتسناو حكا تجينا شي ورقه من الرباط هادي اليوم ملي دخلت عند رئيس الجلسه وكنهضر معاه وقلت ليه بانني طلعت الرباط وبان راه هذاك الشيء اللي غادا نمشي على قبلو انا يعني راه صيفطوه لكم في شهر جوج. تقلب حق الملف وقال لي حق كاين حق خاص استاذه جديده اللي تنو تعقم على الملف استاذه مريم ادريسي تعقم على الملف التعقيم اللي غتعقم استاذه راه كاين راه محاطو استاذ اللي كان كينوب عليا راه حاط كل شيء حاطه ان باش غادي تبلغ السيد خرجنا مفوض قضائي بلغنا في الدار ديالو بلغنا في العمل تاعو النهار اللي دار معانا في العمل تاعو باش غادي تبلغ الغد ليه صباح حاط دير مالادي على نهار واحد واش كاينه شي مالادي في نهار واحد ما فهمتش انا النهار اللي دايرين معانا في 12 شونس باش غادي يجي هاد السيد يتبلغ يشد استدعاء صباح دار مالادي حنا مخلينو هاد الملف راه قد ما طال غيبان الحق يعني هادشي كله اللي حنا غنعقموا عليه راح يتعطاو النيابه العامه عطاوها حيت حط الست تاعي حط مذكره بان النيابه العامه باش تبلغ هاد الانسان هاد السيد راه ماشي مجهول الهويه هاد السيد راه ضابط شرطه راه ماشي واحد في الزنقه ما عارفينش الدار ديالو ما عارفينوش فين خدام ما عارفين حتى شي حاجه عليه مجهول الهويه انني ولدي ضيع من الدراسه هاد العام قرانو كلهم كيقراو في ابتدائي الثالث ولدي ضيع لي الدراسه ديالو انا هادشي كله كنجري راه ما كنجريش على راسي انا عرفت راسي انني مشيت ولكن راه عندي ولد اللي في عمره 9 سنوات اللي كيقرا في الثالث واللي ولا الاخر كيلقمو بان ما عرفت كيفاش داير الدري ان والشريع ما عرفتش انا باش من سيفه باش كيتهموا ولدي وانني ولدي راه زيد كيكبر راه ماشي كيصغار انا بغيت ولدي ان داروا لي الوراق تاوعو انا بغيت المسؤولين يشوف فيه بعين الاعتبار ويشوفوا بانني راني مريضه ومهدوده وانا غنوصل شي حويج اللي مخيبين انا دابا باركه معاكم قسما بالله عندي دابا نمشي ندخل دابا ندير عمليه دابا ندخل ندير عمليه دابا عندي كيس في المبيط رجع ليا ثاني مره ثانيه ودابا خاصني نمشي ندخل وما باغاش ندخل على قبل ولدي باغاش ندخل على حسب اوراق ولدي الله يفرج عليك يا ربي امين يا ربي امين مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا لما يهمنا في الموضوع وكما قلت في السابق عدد كبير من المغاربة طلبوا مني أنني نتناول القصة من الأول ديالها وهذه هي الضريبة ديال زواج الفاتحة اللي كتكون فيه إشكاليات نحن الآن لا نوجه الاتهام لأي أحد لأن الملف بيد القضاء هي دارت خطوات إيجابية تدل على حسن نية ديالها دارت لاضيين ولكن الطرف الثاني موضوع النقاش مشاهدينا الكرام نحن لا نوجه الاتهام لأي أحد والملف بيد القضاء ولكن لتنوير الرأي العام أكثر في الموضوع وبطلب من المغاربة من أجل إيصال مثل هذه الرسائل لهذا المشكل ديال الفاتحة مشاهدينا الكرام هذه أم عندها ولد والقضاء في الأخير وصاحب القرار مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.